حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ مؤنس المردي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير صحيفة البلاد. بعد التحية. طبعا أعلنت الدول المقاطعة لقطر موافقتها على طلب الكويت بتمديد المهلة المعطاة للدوحة ردا على قائمة المطالب الخليجية 48 ساعة. في نظرك هل سوف تقوم قطر بتصحيح مسارها السياسي في المهلة المعطاة لها تحديدا وتختار العودة إلى منظومتها الخليجية والعربية، أم أنها سوف تختار العزلة؟ طبعا قبول دول الخليج المقاطعة بالمهلة وتقديرا أولا لدور الكويت، نعم، ولدور أميرها الشيخ صباح الأحمد، وأيضا هناك رسالة أخرى بقبول دول الخليج بهذه المهلة، أن دول الخليج تريد حل الأزمة وليس التصعيد كما الإعلام القطري كان يعني يقوله في الخارج. قطر عندما قدمت الحين الرد، صعب التكهن ماذا هو في الرد. فهناك أمران، أما يكون في الرد هو القبول بطلبات دول الخليج وهذه سوف يحل الأزمة، ولكن إذا هناك بعض التلكؤ وبعض المراوغة في الرد سوف أعتقد أن دول الخليج سوف تستمر في المقاطعة وهناك خطوات أخرى ستتخذ أو إجراءات ضد قطر. إذن الآن ننتظر، نعم، في هذه المهلة 48 وماذا يعني وتطلع المعلومات في الرد من الرد القطري. إذن سيد مؤنس، هناك سيناريوهات مطروحة أمام الدول المقاطعة، ما هي يعني في وجهة نظرك ما هي هذه السيناريوهات المطروحة إذا في حال رفض قطر وتعنتها؟ اعتقد السيناريوهات يعني المطروحه هي الاستمرار في المقاطعه وقطع الدبلوماسيه، وهذه طبعا راينا التاثير على قطر في هذه العمليه، وان استمرت هذه المقاطعه الى امد اكبر ستظهر نتائجها بشكل اوضح، وان راينا نتائجها الان على ارض الواقع من ناحيه صرف الريال القطري، من ناحيه أيضا الخسائر التي تتكبدها دولة قطر عندما لا تستطيع الإبحار في المياه الإقليمية لدول الخليج أو الطيران في أجوائها. هذه استمرارية في 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 مع يعني في المقاطعة، لكن هناك أمر آخر أيضا، هناك هذا الأمر مطروح وأمر متداول، هناك الاختيار، ليس هناك منطقة وسطى، وهو أما الرجوع إلى الحضن الخليجي وإلى إلى إلى مجلس التعاون، أو أن تكون قطر معزولة عن مجلس التعاون وترتمي السياسة القطرية بين أحضان إيران أو تركيا. نعم الأستاذ مؤنس المردي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية ورئيس تحرير صحيفة البلاد، شكرا جزيلا لك.